يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي ودية جديدة أمام البلاستيك في إطار تجهيز المارد الأحمر لاستئناف مباريات الدوري أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، وأيضا في الختام أمام الزمالك يوم 28 يوليو. المباراة التي سيكون فيها حسم اللقب الذي يسعى له الأهلي في إطار الحفاظ على لقبه الغالي. الأهلي خاض معسكرا ناجحا في إسبانيا حقق فوائد كثيرة للفريق الأحمر سواء على الجانب البدني أو الفني، وذلك من أجل أن يكون جاهزا للمباريات المقبلة ثم انطلاقة الموسم المقبل التي يسعى من خلالها لحصد كافة البطولات التي سيشارك فيها لإرضاء طموح الجماهير الحمراء التي تتمنى دائما أن ترى فريقها على منصات التتويج. المارد الأحمر خاض 3 وديات تدريبية في معسكر إسبانيا، أصبح جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في مباراة المقاولون العرب فيما عدا المصابين وهم سعد سمير، كريم ندفد، شريف إكرامي. الجهاز الفني للأهلي يرى أنه حقق ما يريده، خاصة أنه كان في مكان مثالي وبعيد عن الضوضاء لتركيز اللاعبين في التدريبات لتحقيق النتائج المرجوة. الأوروغوياني مارتين لاسارتي حريص على تطبيق الخطط الفنية والتكتيكية خلال ودية البلاستيك، هي التجربة الودية الأخيرة قبل مواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، لا سيما وأن المارد الأحمر دائما ما يرفع شعار الفوز فقط في أي مباراة يخوضها وفي أي مسابقة يشارك فيها، فهو صاحب التاريخ الكبير وصاحب الرقم القياسي في البطولة المفضلة للمارد الأحمر وجماهيره.